الرادارات المصرية الجديدة الفتاكة التي يعجز الذباب حرفيا عن اختراقه ننشر التفاصيل، وضربة كبرى من الداخلية المصرية، وعاجل مصر تنشئ 7 مخزونات استراتيجية، وبيان هام لكل المصريين. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد زي ما متعودين في كل فيديو. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ل1000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا، والرادارات المصرية الجديدة الفتاكة التي يعجز الذباب حرفيا عن اختراقه. وتمتلك مصر أحد أقوى شبكات العالم من رادارات الإنذار المبكر والمسح الجوي، ووصف الناتو الشبكة المصرية بكاشفة الذباب نظرا لقوة الشبكة وتكاملها وتنوعها الغير مسبوق لأي دولة. فمصر تمتلك أقوى الرادارات الروسية والأمريكية والأوروبية والصينية والمحلية، ولن تجد هذا التنوع الصارخ إلا في القوات المسلحة المصرية. وسنتعرف مع بعض على أهم الرادارات العاملة لدى الجيش المصري. أول رادار معانا وأخطر رادار، وهو رادار الإنذار المبكر والمسح الجوي الروسي بعيد المدى ريزونانس NE، المضاد للأهداف الشبحية التي تمتلكه مصر. الرادار مصمم للقيام بأعمال الإنذار المبكر والمسح الجوي بعيد المدى ضد الأهداف الشبحية والصواريخ الجوالة والصواريخ الباليستية والأهداف الجوية ذات السرعات فوق الصوتية وفي مختلف الظروف الجوية، مع حصانة كبيرة جدا ضد مختلف وسائل الإعاقة والشوشرة الإلكترونية. يصل مدى الرصد والتغطية ضد الصواريخ الباليستية إلى 1100 كيلومتر. يصل أقصى ارتفاع لرصد الأهداف الجوية إلى 100 كيلومتر. يستطيع أن يتتبع 500 هدف جوي في وقت واحد. له القدرة على توقع أماكن سقوط الصواريخ الباليستية. الرادار له قدرة على توجيه الدفاع الجوي في نطاق يصل إلى 300 كيلومتر. حضراتكم متخيلين يعني إيه قادر إنه يمسح مساحة 1100 كيلومتر؟ يعني مثلا على هنحط يعني مثال بسيط، لو حطينا الرادار في محافظة القاهرة مثلا، حضرتك متخيل إن هو قادر على كشف مساحة كبيرة من أراضي تركيا؟ يعني يصل هذا الرادار للأراضي التركية ويكشف ما يحدث هناك. هذا هو الرادار ريزونانس NE الروسي القادر على كشف الصواريخ الباليستية والطائرات الشبحية والطائرات فوق الصوتية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الرادار. في رادار آخر وهو مهم جدا، رادار المسح الجوي التكتيكي والإنذار المبكر بعيد المدى كوماندر SL العامل بقوات الدفاع الجوي المصري. كوماندر SL هو بريطاني الصنع من إنتاج شركة BAE Systems للصناعات الدفاعية. يعد رادار ثلاثي الأبعاد، يعمل على النطاق S-Band ويتضمن النطاقين E وF-Band. يقوم بمهام المسح الجوي وتعريف العدو والصديق، ويمتلك قدرة هائلة لمقاومة كافة وسائل التشويش الإلكتروني ECCM. يمتلك الرادار مدى مسح أفقي يصل إلى 470 كيلومتر وسقف كشف يصل إلى 30 كيلومتر لتغطية الارتفاع، وتصل دقة الرصد إلى أنه يمكن رصد هدف على ارتفاع 50 مترا فقط من مساحة 200 كيلومتر. قادر على كشف التهديدات الجوية المستقبلية كطائرات بدون طيار UAV والصواريخ الجوالة كروز ميزلز والذخائر الجوية بعيدة المدى المطلقة من خارج نطاق الدفاع الجوي Long Range Stand of Weapons، وخاصة على الارتفاعات المنخفضة. استخدام منظومة تعريف العدو والصديق IFF كرادار مسح ثانوي، وتقتصر مهمته فقط على كشف الأهداف الجوية، ولكن الرادار الثانوي يعتمد على أجهزة الاستجابة الإلكترونية لمعرفة هوية الطائرة
نفسها. نروح لرادار ثالث معانا، وهو رادار بي 14. هو رادار روسي ثنائي الأبعاد مخصص للإنذار المبكر، ويصل مداه الراصد ل 600 كيلومتر ويصل إلى ارتفاع 50 كيلومتر. الرادار تم تطويره بأنظمة حماية مضادة للتشويش والإعاقة السلبية، بالإضافة لأنظمة معالجة بيانات وأنظمة دعم وتبادل معلوماتي مع أنظمة الدفاع الجوي والرادار الأخرى. يستطيع الرادار أن يتعقب مصادر التشويش نفسها، بجانب إمكانية معالجة أوتوماتيكية لبيانات 120 هدف خلال 10 ثواني في دورة المسح الجوي الإلكتروني الواحدة. رادار بي 18 هو رادار روسي مبني على الرادار بي 12 في الأساس، ولكن بقدرات أكبر. تم تطوير هذه الرادارات إلى الفئة بي 18 تو بالقدرات الآتية: إمكانية كشف الطائرات الشبحية. هذا الرادار استطاع أن يكشف طائرة الشبح الأمريكية التي أسقطتها الدفاعات الجوية الصربية في كوسوفو سابقا. تغيير هوائية الاستشعار القديمة من نوعية الأنابيب المفرغة بأخرى حديثة من المواد الصلبة سوليد ستيت لزيادة الأداء. معالج رقمي لإشارات الرادار، وآخر رقمي لتحديد الأهداف المتحركة، بالإضافة لأنظمة كمبيوترية لمعالجة البيانات واختبار الأداء، معدات معالجة بيانات، ووصلة بيانية بأنظمة التحكم النيراني الأوتوماتيكية الحديثة، بالإضافة لنظم تحكم أوتوماتيكي للترددات، نظام تصدي للتشويش والإعاقة الإلكترونية المعادية، ومعدات مضادة للتدخل الرقمي السلبي للإشارات. يصل مدى الكشف الراداري إلى 270 كيلومتر، ويصل أقصى ارتفاع إلى 35 كيلومتر، بالإضافة لإمكانية كشف هدف على ارتفاع 500 متر من مسافة 60 كيلومتر، بجانب إمكانية رصد الأهداف الجوية المسؤولة عن عمليات الإعاقة والشوشرة الإلكترونية وتتبعها بكفاءة تامة. برضو الرادار بيحتوي على نظام IFF للتعرف على العدو الصديق. تقوم مصر بعملية دمج لهذا الرادار مع رادار بي 14 السابق ذكره لزيادة القدرة القصوى على كشف الطائرات الشبحية. خامس رادار معنا وهو بوست 3M. هو رادار كشف سلبي روسي الصنع، ويعتبر من أقوى أنواع الرادارات السلبية لقدرته على كشف جميع أنواع الطائرات، متضمنة الطائرات الشبحية والمقاتلات والقاذفات وطائرات الاستطلاع والإنذار وطائرات النقل. يتميز هذا الرادار بقدرته على كشف جميع أنواع ترددات الطائرات الحالية، ويستطيع تحليلها وتحديد اتجاهها وسرعتها. يعتمد الرادار على خاصية الكشف السلبي، بمعنى أنه لا يقوم بإرسال أي موجات كاشفة. الرادارات الإيجابية تقوم بإرسال موجات تصطدم بالأجسام وتنعكس على سطحها عائدة لمصدرها، ومن خلالها يتم رصد الهدف، وإنما يقوم برصد وكشف أي موجات صادرة من رادارات وأجهزة اتصال طائرات، وعن طريقها يقوم بتحديد مكان واتجاه الطائرة، وتسمى هذه الطريقة بالكشف الصامت، ولا يمكن من خلالها كشف موقع الرادار. يمتلك الرادار خاصية LBI Low Probability of Entrapment، وهي خاصية تمتلكها الرادارات الحديثة، تعتمد على التغيير السريع بين ترددات الموجات الرادارية، فيصعب على أجهزة الإنذار الخاصة بالطائرات أن تكتشفها. يبلغ المدى الكاشف للرادار 500 كيلومتر، وتم تطويره ليصل إلى 800 كيلومتر. تمتلك مصر 13 رادارا منه يتم تحديثهم باستمرار. المصدر معنا كان من موقع الدفاع العربي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا عندنا رادارات أخرى كثيرة، وهنقولهم مع بعض. هو رادار السادس TBS-63، رادار السابع رادار الأمريكي ANSBS-48E، رادار TBS-59، والرادار المصري الجديد ESR-32A، وده خلي بالكم ان هو صناعة مصرية 100%. المصدر معانا زي ما قلت لحضراتكم من موقع الدفاع العربي. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وضربة كبرى من الداخلية المصرية. وضبطت الادارة العامة للمباحث الجنائية التابعة لشرطة السياحة والاثار في مصر كمية من الخمور غير خالصة الرسوم الجمركية في ملهى ليل يمتلكه فنان كوميدي شهير بالشيخ زايد. وكشفت تحريات ضباط المباحث وجود كمية خمور أجنبية مهربة داخل ديسكو يمتلكه ممثل كوميدي لبيعها على رواد المكان. وبعد تقنين الإجراءات القانونية تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار من ضبط الخمور المهربة،
وحرر المحضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات. أرسلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار المضبوطات التي تقدر بمليوني جنيه لمصلحة الجمارك، وقدمت إدارة الملهى طلب تصالح وسداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة لعدم تحريك الدعوى الجنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وفي سياق آخر، تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبد الخالق من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية الخمور الأجنبية الصنع غير الخالصة للضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. وبناء على معلومات سرية توفرت لدى إدارة التحريات والضبط بإتجار أحد الأشخاص بالقاهرة في المشروبات الكحولية الأجنبية وبيعها عن طريق الدليفري، وتم تقنين الإجراءات والتنسيق بين إدارة التحريات والضبط لتنفيذ المأمورية وتشكيل لجنة من الإدارة وقوة من رجال الشرطة، حيث تم ضبط 32 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية داخل سيارته، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2,105,135 جنيه. المصدر معانا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، مصر تنشئ 7 مخزونات استراتيجية وبيان هام لكل المصريين. أعلن مساعد أول وزير التموين المصري إبراهيم عشماوي موافقة مجلس الوزراء على مشروع المخزونات الاستراتيجية للبلاد لتفادي أي نقص أو شح في إمدادات الغذاء الرئيسية، وأوضح أنه تم الإسناد بالأمس ل3 شركات بتشييد 7 مستودعات استراتيجية لتأمين احتياجات البلاد من السلع وضمان إمداد 28 سلع. يبلغ حجم الاستثمارات المقدرة لهذه المخازن 30 مليار جنيه. أشار إلى أن هذه المستودعات ستضار بأفضل تكنولوجيا على مستوى المنطقة بالكامل، وهو ما يعد نقلة نوعية. لفتت الوزارة إلى أن إنشاء مثل هذه المخازن سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر في الوقت الذي يكفي فيه المخزون حاليا من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والحبوب احتياجات المواطنين لمدة تتراوح من 4 إلى 6 شهور. وستوفر هذه المخازن 21 سلعة أساسية من التي يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من 70% من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع الأخرى التي ستطرح في الأسواق. وقد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضروات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة الإنتاج المطروح، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الأسعار. أضاف أنه سيتم تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية بجهود شركة مراكز السعودية. وأضاف عشماوي أن حجم التجارة قفز من 17% ل 21% من الناتج المحلي. وضح أن المستودعات الاستراتيجية ستقلب الفاقد والهادر من السلع، فضلا عن دورها في الحفاظ على احتياطي السلع. المصدر معانا كامل اليوم 7 والدستور. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.